كان عندهم نقابة كان بيرتبوا أوضاعهم والخضرة بتنزل، لو قالوا يوقف الطماطم يوقف الطماطم. كل ما جيت لعن بضاعة بايت عن واحد قال لك بالسعودي كل هالبضاعة، وصراحة أنا بدون راعي. الحين لك انا صح حكومه المفروض تي اشوف الاسعار هنا في السوق، اشوف البطاطس، اشوف البصل، اشوف دحين الحين اللي بصل من 45 مين بيشتري المواطن؟ المواطن الحين ما بيقدر.